فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين السابق بالنسبه للنادي الاهلي ومدير قطاع المواهب بالنسبه للنادي الاهلي في التوقيت الحالي. تحياتي لحضرتك يا كابتن فتحي. كابتن محمد ازيك؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ مبروك طبعا كل سنة كل الموسم سنة الجديد. يلا الحمد لله كل سنة طيب. ربنا ازيك انت يخليك يا اخبارك كابتن، ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن. خليني يعني بتكلم على جزئيه مهمه كابتن فتحي، واكيد مجهود كبير من حضرتك السنه اللي فاتت، ومن خلال هذا المجهود اكيد حصل بعض الايجابيات بصعود بعض اللاعبين. يعني يهمني برضو اعرف الايجابيات دي، هل كان بتعتمد على ماده فقط ولا مدربين فقط، ولا الامور بقت مختلفه بالنسبه لاداره قطاعات الناشئين يا كابتن فتحي؟ السنة دي الحمد لله كان إدارة قطاع الناشئين كان في تنسيق بيننا وبين الفريق الأول مستر فايلر، ومستر فايلر كان بيبعت أحد أفراد الجهاز الفني كان بيتابع فرق قطاع الناشئين، وإحنا الحمد لله يمكن استثمرنا هذا الكلام وطلعنا لعيبة في من القطاع للدرجة الأولى، سواء إن هم حضروا مرحلة تدريبية أو سواء النهاردة مباراة ودية. وكان طبعا من ضمنهم احمد مصطفى جبير واحمد وطارق احمد طارق سليمان، وكان فخري ومحمد عبد المنعم قبل ما يمشي يروح سموحه. كان برضو عندنا في لعيب اسمه شادي رضوان طلع وفخري، يعني ناس الحمد لله ناس كويسين وممكن ان شاء الله النادي الاهلي يعتمد عليهم مستقبلا في قطاع الدرجه الاولى ان شاء الله. كانت الصعوبات اللي ممكن تقابل اي مدير قطاع في التوقيت ده؟ وهي صعوبات بتبقى حسب رؤيه مدير فني. النهارده في مدير فني اجنبي بيبقى جاي النهارده بيبقى لاقي فرقته كامله، لو لاقي العدد كامل عنده وفرقته كويسه وفرقته مش محتاجه لعيبه، ودايما الاجانب بيفضلوا ان ما يبقاش في زحمه في الملعب يا كابتن فاروق، دايما يحب الاجانب ما يبقاش في 30 40 لعيب في الملعب، عشان كده يمكن كانت رؤيتهم ان دايما اذا كانت احتياج الفريق الاول لاي حد من قطاع الناشئين هيروح سواء في مباراه وديه او سواء في تدريبات. طيب كابتن فتحي، انا لازم اكلمك على الماده. هل البادجت بالنسبه للقطاعات، انا مش هتكلم عن النادي الاهلي يعني، لان طبعا دي بتبقى امور خاصه بالانديه وان يبقى في ميزانيه معينه، هل بتفرق في افراز اللاعبين للفريق الاول؟ والله بص دائما ما بص دائما قطاع الناشئين في الانديه مش في النادي الاهلي بس، الانديه كلها بتصرف. يعني بتصرف لازم تاخد من النادي. ايوه بس بتصرف بالماده الكافيه يا كابتن عشان ترضي الامور او تطور الامور، او بتصرف عشان بس المسابقات والامور تمشي اكنك انت عندك قطاع ناشئين بس فقط لا غير بالاسم يعني. ما هو انت دام عندك قطاع ناشئين انت النهارده اي نادي النهارده مجبر انه هيبقى فيه مصاريف مدربين اكيد ولبس وكل ما تتخيله النهارده من بنود تحت بند مصاريف. ولكن زي ما قلت لك اللي هي كان بقى هناك الاستفاده في الاعارات، على فكره الاعارات برضو بتعوض جزء كبير جدا من مصروفات قطاع الناشئين في اي نادي، وخصوصا الانديه اللي بتعير لعيبه. انا بتعير لعيبه يبقى النهارده في استفاده ماديه، اذا كان في لعيب من قطاع الناشئين بيتباع برضو في استفاده ماديه بتغطي جزء طبعا كبير من مصروفات قطاع الناشئين. طبعا عامة كان فتحي كل التوفيق لحضرتك في المنصب الجديد، ويا رب ان شاء الله نشوف مواهب مميزه من خلال وجود حضرتك في هذا إن المنصب. شاء كابتن الله فتحي مبروك دعواتك يا يا كابتن رب، محمد كابتن التوفيق ليك.